السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. يحل علينا شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه ومن العمل ما يرضى. في رمضان يحلو التعلم ويحلو الاستزادة في كل ما يرتقي بالمؤمن، ولذلك نستهدف في شهر رمضان في مركز الإتقان الدولي للاستشارات ومكتب مهارات نجاح الاستشارات أن نقدم لقاءات. هذه اللقاءات هدفها الأساسي إثراء معارف وخبرات ومهارات المشارك معنا. في هذا رمضان نظمناها على شكل سلسلة، سلسلة من اللقاءات ولمدة 28 يوم، كل يوم لمدة ساعتين، وضعناها على شكل حزم، كل حزمة تمثل عملية من العمليات الإدارية الأربعة لعمليات الإدارة: عمليات التخطيط، حزمة عمليات التنظيم، حزمة عمليات التوجيه والقيادة، وحزمة عمليات التقييم. كل حزمة ستحوي 7 لقاءات، وبالتالي سيكون عندنا 28 لقاء. تستطيع أن تحضر لقاء واحد أو تسجل في حزمة كاملة أو تستطيع أن تسجل في كافة البرنامج. بنهاية هذه السلسلة نتوقع أن يصبح بإذن الله سبحانه وتعالى المشارك معنا قادرا على القيام بعمليات أخصائي التطوير الإداري. لكل قائد، لكل مدير منشأة، ولكل باحث عن التطوير فرصة في رمضان للتعلم. سجل بشكل شخصي أو سجل معك أسرتك أو سجل معك أفراد منشأتك. استفد من هذه الفرصة للتعلم مهارات كيفية الإدارة بكفاءة وفاعلية. نركز في هذا البرنامج على المهارات، نركز في كل لقاء على تعلم مهارة أساسية من مهارات الإدارة. هذا البرنامج يعد فرصة ثرية لكل باحث عن التعلم والمعرفة. كونوا معنا، اتصلوا بنا من أجل أن تتعرفوا على البرنامج أكثر والحزم المقدمة فيه واللقاءات. شكرا لكم.